السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال يا شباب؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكون بألف خير. طبعا شباب، مقطعنا اليوم عن سكن الهيكل العظمي وعن إعدادات طور البناء الجديدة. بس قبل نبلش المقطع، أتمنى من كل شخص يشوف المقطع ومش مشترك بالقناة، أتمنى أن يشترك وفعل زر الجرس حتى نقدر نوصل 200,000 مشترك. ويلا نبلش. ونبلش بأول شيء شباب معانا، اللي هو سكن الهيكل العظمي. طبعا شباب، حاليا قاعدة تنزل تسريبات بخصوص الهيكل العظمي، وقاعدين يسربوا الناس انه الهيكل العظمي هو السكن المخفي. طبعا مجرد كلام فاضي، وانا الحين بثبت لكم انه سكن الهيكل العظمي ما راح يكون هو السكن المخفي. ولو تذكر قبل فترة نزلت مقطع عن سكنات الباتل باس انها ما راح ترجع، واثبتت لكم انه اي سكن من الباتل باس ما بيرجع، واثبتت لكم بكلام رسمي من شركة فورتنايت من بنود وسياسات قديمة إلها، وقلت لكم انه سكنات الايتم شوب هي اللي راح ترجع، مثل سكن شيطونة رجع. طبعا شيطونة كان بالايتم شوب ما كان بالباتل باس، سكنات الباتل باس هي اللي ما بترجع. وطبعا شباب، الاثبات الوحيد اللي بيثبت انه سكن سكيلتون ما راح يكون هو السكن المخفي، انه سكن سكيلتون نوعه ايبك، يعني بنفسجي، وسعره 1200. ودائما السكن المخفي يكون ليجندري، يعني جولد. تمام، دائما السكن المخفي يكون جولد ليجندري، لكن السكن السكيلتون او السكن الهيكل العظمي ايبك، فهذا يثبت انه ما راح يكون هو السكن المخفي، وكل التسريبات غلط بغلط. طبعا شباب، هسه ننتقل للموضوع الثاني اللي معانا، اللي هو اعدادات طور البناء. طبعا نزلت مقطع عنهم مره اول ما نزلوهم، فالشركه حذفتهم وردت رجعتهم قبل فتره. تمام، فكثير جاني بالتعليقات يسالوني شو افضل اعدادات طور البناء. افضل اعدادات يا شباب، شوفوا كيف. اول شيء الشيلد خليها فول، احسن شيء. وبالنسبة للهيلث كمان خليها فول، لأنه في عندك واحد وفي عندك نص، فالفول أحسن شيء. وبالنسبة للخيار الثالث الأفضل إنك تسويه أوف. ليش؟ إنه هو معناه إنه الأغراض تنزل منك بس تموت، أو لما تذبح صاحبك. فلما تسويها أوف وذبحت صاحبك، ما راح تنزل منه الأغراض، وراح ينزل من السماء معاه أغراض ومعاه اللوت تاعه. تمام، الرابعة اللي هي الدمج خليها أون، على أساس إنك بس تطيح من مكان عالي أو تنزل من مكان عالي تتدمج، لأنه إذا سويتها أوف ما راح يصير تتدمج، وهيك تخرب لعبك. لما تلعب سكواد فكر حالك ما تتدمج وتضرر لعبك، فخليها واقعية اللعبة، خليها اون. وبالنسبة للجاذبية ما تلعب فيها، ما إلها داعي أصلا جاذبية، شو بدك فيها؟ وهذا بتخص وقت اللعب، بدك يا نهار أو ليل. تمام، داي يعني نهار، ونايت ليل، فالأفضل تكون داي لأنه بتكون أوضح اللعبة. وهذا شباب آخر واحدة، تيم اونلي، يعني اللي معاك يعني 2 ضد 2 تكونوا أنتم مثلا، اللي معاك يبين اسمه. تمام، وأولويز شو، الكل يبين اسمه، والويز هايد، الكل يختفي اسمه. فهذا افضل اعدادات شباب، سووا مثل ما سويت انا قدامكم، هذا افضل اعدادات طور البناء. تمام، واخر شيء معانا شباب، اسامي اسكنات راح تنزل قريبا، منها اشياء راح تنزل بالهالوين، ومنها اشياء ما اعرف عنها بصراحه، بس في منها سكن اسمه سكول رينجر. هذا سكن شباب راح يكون سكن بنت الهيكل العظمي، سكن بنت الهيكل العظمي راح ينزل بشكل بنت. تمام، وكلكم تعرفوا بنت الزومبي اللي بتيجي مع سكيلتون، طبعا راح ينزل منها رجال الزومبي، او مثل ما تسمونه، يعني راح يكون نفس سكن، نفس شكل بنت اللي تشوفوه قدامكم، بس سكن رجال. تمام، وبس شباب، هيك بكون وصلنا لنهايه مقطعنا. فسؤال اليوم لكم بنهايه مقطعنا، ايش هو السكن افضل بالنسبه لك، سكن الهيكل العظمي ولا سكن بنت الزومبي؟ اكتبوا لي رايكم بالتعليقات، لاني راح اشوف كل التعليقات. وبس يا شباب، هسه راح اخليكم مع مقطع دو، ويلا مشاهده ممتعه. Shadow turns to sun rays and on and on.
Oh.